وتشكيل نادي العاب دمنهور، حراسه المرمى محمد احمد خطاب، محمد كوارشي، عبد الله جلال، عادل عبد العزيز، حسام خليل، واسلام ابو قفه، ورضوان يوسف، حمدي فتحي، ومن الامام احمد سالم، حماده الغنام، ومحمد نصر، وطبعا ابو كونيه على دكه البدلاء، واحمد ناصف من الاوراق اللي بيعتمد عليها، ومصطفى بديوي من الاوراق اللي بيعتمد عليها كابتن محمد عمر، وطبعا عفروتو يعني يدفع ثمن تهوره بعدم وجوده. تشكيل نادي الزمالك، محمد ابو جبل، وديفندرات محمد كوفي، احمد دودار، مليمين للشمال صالح موسى، واحمد سمير، معروف يوسف، ابراهيم صلاح، ومؤمن زكريا، احمد عيد عبد الملك، وباسم مرسي، خالد قمر.